اليوم تنفتحوا هذا الفضاء اللي هو عباره عن واحد مركب سوسيو رياضي اللي ان شاء الله غادي يتعمم على مدينه الدار البيضاء. تقريبا عندنا واحد 20 مركب نفس المواصفات على المستوى ديال الدار البيضاء، عندنا سبعه اللي الان جاهزه واللي غادي ان شاء الله ندشنوها في هذه الايام القريبه، وعندنا 13 اللي هي في طور طور الانجاز. الفكره ديال هاد الفضاءات هو انه تنعرفوا بانه الخصائص اللي تتعرفوا مدينه الدار البيضاء في هذا المجال بالنسبه للساكنه، وهذه واحد المساهمه من طرف مجلس عماله الدار البيضاء باش اننا فعلا نقربوا هذه الفضاءات للساكنه. يلقاو وديناه بواحد المقاربه اللي هي ان جميع الفئات العمريه تلقى ذاتها في هاد الفضاءات، بمعنى الناس الكبار يعني الشباب والاطفال. لهذا تتشوفوا يعني واحد التنوع يعني في التنوع في التجهيزات الرياضيه، مثلا تتلقى هذوك لي تيران ديال البيتونغ، تتلقى فين تيلعبوا الشباب يديروا يمارسوا الرياضه ديالهم. كاين واحد سيركوي ديال المشي وديال يعني سميتو الفضاء ديال الاطفال. يعني هذه المقاربه بنا هي اللي كانت وراء يعني هاد الفضاءات هذه اللي هي ان شاء الله مساهمه من مجلس عماله الدار البيضاء. وهذه بدايه، تعرفوا بان مدينه الدار البيضاء يعني محتاجه اكثر من هاد سميتو، وتنظن ان شاء الله يعني السنوات المقبله تنظن هاد التجربه هذه بغيناها تعمم على مدينه الدار البيضاء وفي جميع الاحياء، خصوصا الاحياء اللي هي تكون احياء آهلة بالسكان باش يلقاو فين يخرجوا وليداتهم ويخرجوا ويرتاحوا. المسألة الثانية اللي هي مهمة في هاد يعني في هاد الفضاءات هو أنه بغينا نحافظوا عليها، لأن يعني أولا الأغلفة المالية باش نعطيكم فكرة ديال هاد 20 مركب تقريبا حوالي 88 مليون ديال الدرهم، يعني واحد غلاف مالي مهم. وبينا فعلا ان هذا واحد الفضاء اللي بغينا نحافظوا عليه، وهذا هو اللي غادي يشجع مختلف المتدخلين في هذا الميدان، مختلف الجماعات الترابيه، باش انها فعلا يعني تنجز المجيد من هاد الفضاءات النهار اللي غادي نلقاو فعلا. واللي خصو يعمل على سميتو هما الجمعيات السكنيه، اللي غادي تستافد بشكل مباشر من هاد الفضاءات خصها دير واحد المجهود في التحسيس والتوعيه بالنسبه للناس اللي غادي يرتادوا هاد الفضاءات وغادي يستافدوا منها.